في لحظة بعد الزمان وموضع خلف المكان، كانت قرية وادعة اعتاد أهلها على رمي القمامة في حديقة القرية. بدأ الأمر بكيس وكيسين، لكن الأمر أخذ بالتفاقم. كان بعض الفتية الصالحين في المدينة يحذرون الناس من خطر ما يفعلون، ويذكرون الناس بخطر القمامة عليهم، ولكن لا أحد ينصت. وصارت الأكياس كومة ثم تبة وتلا حتى صار جبلا من القاذورات. تنغص القاذورات على أهل المدينة عيشهم بخبيث روائحها وبما تنشر من بعوض وذباب كلما زادت القمامة. بعد أكثر من 40 عاما قرر مصلحون من المدينة تنظيف كل هذا العفن المتراكم، فدفعوا من جيوبهم ليستجلبوا الحاويات والمعاول والأدوات اللازمة لهدم جبل القمامة هذا، وشرعوا فعلا في هذه المهمة النبيلة. ونظرا لتراكم القاذورات طيلة تلك السنوات، فقد خرج من جبل القمامة أنتن رائحة تتصورونها، وطارت أسراب من الذباب والبعوض لتنتشر في المدينة، واستمر الشباب بالتنظيف. لكن أهل المدينة انقسموا، فالعاقل منهم قال إن هذه الروائح الكريهة والذباب والبعوض وضع طبيعي حين تحاول تنظيف كل هذه الأوساخ، ولكنه وضع آني لحظي سينتهي بانتهاء التنظيف. وقال آخرون إن حينا كان أفضل بوجود القمامة فيه، فما كانت الروائح بتلك النتانة، وما كان البعوض والذباب يغزو بيوتنا، وكانت 10:15. إن عدم مشاركتك لأبناء حيك في تنظيف القمامة تقصير، ولكن لومهم على عمليات التنظيف غباء وتمسك بالعفن. أما محاربة المصلحين المطهرين للمكان المضحين بأنفسهم وأوقاتهم وأقواتهم، محاربة هؤلاء لا أجد لها وصفا، إلا أن المحاربين كالأنعام، بل هم أضل سبيلاً.